بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لهذا الدوري هذا فكان ايام طويله وحنا كندرسوا هذا بالنسبه لجمعيه بكاره ولا جمعيه الليبيه، فكان تشارك بيناتنا في الافكار وفي الواقع. اول يوم كان افتتاح ديال الدوري، لان ان شاء الله غادي يكون غيمتد واحد تقريبا واحد 30 يوم. اليوم كانت المقابله افتتاحيه ما بين الحيرية وعين شوق، فكانت مقابله جيده ورائعه، وكان كانت سادها الجو الرياضي كامل، وكان هنا الجمهور كما كلاحظ الجميع، فالجمهور موجود. هذه مبادره من جمعيه الدوليه، زعما احيي رئيس الجمعيه والاخوه الصاهرين على هذا التنظيم. نعم، من ناحيه التنظيم الظروف اللي مرت فيها وشنو يمكن لك الدعم انت كفاعل رياضي وجمعوي هذه المبادره ديال خاصه الدوريات في العالم القروي. وبالنسبه للعالم القروي اليوم كنشوف انا تقريبا فهي العالم القروي اخذ واحد المبادره زوينه، لانه تقريبا الدوريات ما بقاش كيحبسوا على الصعيد الوطني. فاليوم ان شاء الله بحول الله الدهيريه تاخذت على العاتق ديالها، فكانت مقابله كما لاحظت الجميع، فكانت مقابله جميله جدا. ونتمنى المسيره تكون موفقه ان شاء الله لجميع الفرق المشاركه.